ولو كان عطينا النموذج دخلنا بزاف ديال الناس للحبس اللي يستاهلوا يكونوا بالحبس. اقسم بالله العلمي العظيم ما تلقاش حتى شي واحد يترشح للانتخابات، غادي تنقر على الناس ولا جي ترشح للجهه ولا البلديه يقول لك لا خويا اش غادي ندير. ولكن ملي ندخل انا حافي عاري ما عندي حتى صبار وكنخرج بالرونج روفر وكنخرج بالفيلا وما كتقوليش حتى شي حاجه، ماذا يعني ذلك؟ ولكن ياكل ويوكل. علاش؟ لانه للاسف كاين واحد الخطاب والخطاب كانت قال لي قال لك السيدي راه لا يوجد مانع انك انت تاكل، خذ الفلوس غير سكت الناس اعطيها. ولكن اللي نحن ضده هو على انه كنقول ونأكد عليها هو ان تتحول المنصب او المسؤوليه الى وسيله للاغتناء على حساب المال العام. انا جيت حاسم معايا، انا دخلت عندي القد والقد وديكلاريتو النهار اللي غادي ندخل النهار اللي غادي نخرج اجي خويا تحاسب معايا. هو للاسف الشديد اليوم في المغرب يسود خطاب ديال التيئيس. نعم. وهذا الشيء اللي كنشوفه في الساحه السياسيه بصفه عامه لا يبعث على الامل ولا يبعث على التفاؤل. كل ما فكرنا او ظنينا اي وقت من الاوقات على اننا نتقدم يعني خطوه الى الامام الا ونجد انفسنا نعود خطوتين الى الوراء، وهذا مؤسف جدا. اليوم السياسه في المغرب اصبحت منفره. لماذا؟ لانه ما كنمارسوش السياسه بقواعدها. السياسه اكيد على انه ما كنتكلموش على الاخلاق داخل السياسه والا غادي نولوا مجانين، ولكن على الاقل نتحدث عن تخليق المجال السياسي. احنا ماشي ملائكه. جميع الاشخاص الذين يلجون المجالس او الذين يلجون الحكومات او غيرها من المسؤوليات اكيد على ان غتكون عندهم تعويضات وغتكون عندهم تحفيزات، هذا شيء احنا ماشي ضده. هذيك مسائل راه مقرره قانونا، ولكن اللي نحن ضده هو على انه كنقول ونأكد عليها هو ان تتحول المنصب او المسؤوليه الى وسيله للاغتناء على حساب المال العام. سيدي الى عندك صالير ديالك ولا تعويض ديالك خذوه، نحن ما غاديش نقول لك حتى شي حاجه. ولكن ملي انت كتخرج، وهذا هو السؤال اللي بغيت انا نطرح للناس كامله، انا جيت حاسم معايا، انا دخلت عندي القد والقد وديكلاريتو النهار اللي غادي ندخل النهار اللي غادي نخرج اجي خويا تحس معايا، تحس معايا في مراتي، تحس معايا في بناتي، تحس معايا في العائله ديالي خوتي خواتاتي. ما كتبت هنا يا ما كتبت هنا، انا ما كنتحاسبش معايا. النهار اللي يجي كنعطيك تصريح بالممتلكات ديالي عندي كذا كذا، ونهار اللي كنخرج داير الفيلا وداير السيارات وداير بزاف ديال الارصده الماليه وما كتقول لي والو. يعني اشنا هي الرساله اللي بغيت تعطيني انا؟ ما هي الرساله اللي بغيت تقول لي؟ بغيتي تقول لي على انه حنا في هذه البلاد راه السياسه اللي دخلها خصو يدير هكا، خصو ياكل ولكن ياكل ويوكل. علاش؟ لانه للاسف كاين واحد الخطاب والخطاب كانت قال لي قال لك السيدي راه لا يوجد مانع انك انت تاكل، خذ الفلوس غير سكت الناس اعطيها. يعني المنتخب شنو هو؟ خاصو ياخذ الفلوس يسرق ويعطي العباد الله ويفتح داره ويوكل عباد الله، واللي جا بغى يدير هذه يعطيها له، اللي بغى يتعرس يعطيه، واللي بغى يختن يعطيه، واللي بغى يحج يعطيه. وهذا راه ما بقاش الا كيديرها من فلوسه حلالا طيبا، هذاك اجر عند الله ما كتحاسبوش عليه، ولكن انت كديرها بالمال العام. هذا ماشي احسان. احنا ماشي فاتحين جمعيه خيريه، نحن امام برنامج خاصنا نطبقوه. إلا تعاقدت معك غادي نبني مستشفى نبنيه، تعاقدت معك غادي نبني جامعة نبنيها، تعاقدت معك غادي ندير مشاريع نديرهم. ولكن ما تجي تقول لي خذ واعطي وشكون اللي غادي يتحاسب معك؟ لا، أنا راه بغيتك تحاسب معايا، بغيتك تحاسب مع المسؤولين. لأنه اليوم تي صدقني، لأن لو كان ربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب ولو كان عطينا النموذج دخلنا بزاف ديال الناس للحبس اللي يستاهلوا يكونوا في الحبس. اقسم بالله العلي العظيم ما تلقاش حتى شي واحد يترشح للانتخابات، غادي تنقر على الناس تقول له اجي ترشح للجهه ولا البلديه يقول لك لا خويا اش غادي ندير؟ ما بقى فيها ما يدار، هذه هي اللغه اللي كيقول لك. ولكن ملي ندخل انا وصوري على لو تيرم غادي نقولها حافي عاري ما عندي حتى صبار وكنخرج بالرونج روفر وكنخرج بالفيلا وكنخرج بالشالي في الشمال ولا في الغرب ولا ولا كاع يمكن برا وما كتقوليش حتى شي حاجه، ماذا يعني ذلك؟ راه كنفتح الشهيه ديال مجموعه ديال الناس اخرين باش يجوا يمارسوا السياسه، ولهذا كاين التهافت اليوم.